اهلا بكم متابعين قناة زكوت فازر. اخيرا جوجل اطلقت فلاتر 2 بالتحديد يوم 3 مارس 2021 اعلنت جوجل عن نسختها الجديدة من فلاتر وهي فلاتر 2، واللي يعني اضافت فيها كتير جدا من المميزات الكبيره لدرجه انها قلبت العالم كله، وكل الناس بقى بيتكلم عن فلاتر 2 وعن امكانياتها وعن المواصفات الرهيبه اللي جوجل بدات تحطها فيها والامكانيات الرهيبه اللي بدات تحطها فيها، واللي هتغير عالم برمجه الهواتف الذكيه بشكل نهائي، وهتوصله لأفاق جديدة وبعد تاني خالص عمره ما كان وصله قبل كده. الحلقة ديت هنناقش فيها ايه هي التحديثات اللي حصلت في فلاتر 2 بالظبط، وايه هي التقنيات الثورية الجديدة اللي اضافتها جوجل في الباكج الجديدة بتاعتها، ونقول مع بعض ويلكم تو فلاتر انجيجد. ويخليكم فترة عملت فيديو وتساءلت فيه مع المشاهدين على القناة، وتنبأت ان فلاتر هتبقى في يوم من الايام بيئة التطوير رقم 1 في العالم للهواتف الذكية. لكن بصراحة جوجل خدت فلاتر لمستوى تاني خالص. جوجل بتحاول تخلي فلاتر هي بيئة التطوير الاولى عالميا لكل حاجة مش للهواتف الذكية بس، وده بعد الفيتشرز الرهيبة اللي بدأت تضيفها في المحرك الجديد فلاتر وهو فلاتر 2. فيا ترى بقى جوجل هتعمل مع المبرمجين الصح؟ اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. انا سمعتك، اعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض ونراجع ايه هي افضل الفيتشرز اللي بدأت جوجل تحطها في البلاتفورم بتاعتها فلاتر. جوجل حطت شوية مبادئ ليها كده هوت وهي بتعمل الفلاتر، وحطتهم بالترتيب دوت: Beautiful, Fast, Productive, Open, Portable. تعالوا ناخدهم بالترتيب دولت المبادئ اللي مشيت عليها جوجل في عمل الفلاتر 2. أول حاجة Beautiful، الجمال، عاوزة تطبيقاتها كلها تكون جميلة. سرعة، Fast. Productive، الانتاج، سرعة الانتاج. open، الاوبن سورس، كل حاجة تبقى مفتوحة خلاص. والبورتبول، وهي انها تشتغل على كل البلاتفورمز الموجودة. 5 مؤشرات دولت هي اللي اعتمدت عليهم جوجل في التحديثات بتاعتها. خلينا نتكلم اول حاجة عن البورتبول اللي كل الناس بتتكلم عنها. انت ممكن تتخيل ان فلاتر 2 هو مجرد ابجريد كويس لسيستم اللي بتعمل بيه تطبيقات الموبايل بتاعتك، لكن الجديد عندك ان جوجل اصبحت بتدعم بلاتفورمز مختلفة: الويندوز واللينكس والماك والاندرويد. لكن فلاتر 2 هيتارجت عندك 4 بلاتفورمز جديدة: الويندوز، الماك او اس، لينكس، وكمان تطبيقات الويب. وعشان كده طلبت من شركة جي سكانر انها تعمل ابلكيشن بيتارجت كل البلاتفورم بتاعتها، وسميته فلاتر فوليو. الفلاتر فوليو ده تطبيق يعني ثوري بكل المقاييس، تقدر تنقل بيه او تساعد فيه بتصميم بعض الجاليريز من الشكل بتاع الويندوز للشكل بتاع الويب للشكل بتاع الاندرويد للشكل اللي يشتغل على ماك او اس او على لينكس واندرويد. وفلاتر فوليو ده كتطبيق احنا هنعمل له حلقه خاصه فيه نشرحه بالتفصيل، بس هو من الحاجات اللذيذه اللي اتكلموا عنها في الاعلان بتاع فلاتر. جوجل مش بس بتدعم فلاتر بره جوجل، لا ده جوه جوجل كمان، لدرجه ان انت بتتكلم في حوالي 20 تطبيق بتوع فلاتر وتطبيقات تقيله زي جوجل باي وجوجل ادس وجوجل اد موب
فاميلي لينك، جوجل شوبينج، وجوجل اناليتيك. كل دي تطبيقات بقت خلاص معمولة بفلاتر، اصبحت بتدعم فلاتر بشكل رسمي. خلاص جوجل بتنتقل من النيتف ابليكيشن للكروس بلاتفورم ابليكيشن بسرعة الصاروخ عبر. وطبعا اهم برنامج فيهم هو جوجل باي، اللي يعني بيتعامل في ملايين الفلوس يوميا حول العالم، من بنك لبنك ومن شخص لشخص ومن ستور لستور. جوجل خلت البروجكت ده كله بيشتغل تحت محرك فلاتر. قالونا نرجع تاني للفلاتر بورتبيلتي ونتكلم عن الويب. الفترة اللي فاتت ديت فلاتر اعلنت انها هتعمل فلاتر ويب، اللي هو نفس البلاتفورم بتاعتها بتاعت فلاتر موبايل، بس هتشتغل تعمل بيها صفحات للويب. طبعا التعامل مع صفحات الويب مختلف عن التعامل مع التطبيقات، فكانت لازم فلاتر تاخد بالها من النقطة دي في التحديثات بتاعتها، وبدأت انها تشتغل عليها اكتر. وحاليا اصبح متاح ليك انك تقدر تعمل فلاتر ويب ابليكيشن كامل باستخدام الفلاتر. وان شاء الله احنا على القناة هيبقى في كورس لفلاتر ويب، بس لسه هو يعني تحت المراجعة وبعض الرتوش كده بتتحط عليه، وان شاء الله هننزله في القريب العاجل يعني قبل ما وقت يسمح بذلك. اي روبوت ديت يعني تطبيق كويس قوي للفلاتر. شركة خدت الفلاتر عملت بيها تطبيقات، ويعني كانت موجودة في الاعلان بتاع برضو فلاتر لما كانوا بيتكلموا عن انتاج فلاتر 2، ان خلاص اصبح فلاتر 2 بيدعم كمان الامبيدد سيستم، بس الموضوع دوت لسه في الاطوار الاولى. الموضوع بما فيه البساطة انك تقدر تكتب كود للماكشين، تقدر انها تتحرك زي ما انت عايز. طريقة كتابة الكود مش بالطريقة التقليدية، ولكن بطريقة المكعبات، حاجة عاملة كده زي الكود بتاع سكراتش. الناس اللي خدوا معايا كورس سكراتش على القناة عارفين موضوع انك تركب مكعبات ديت، بتبقى على بعض كده، كل مكعب فيه امر تبدأ تحطهم على بعض، فتعمل سلسلة اوامر فيبدأ الشخص ينفذها. الموضوع ده بقى مش معمول على برنامج او تعمل لعبة بيه زي سكراتش، لا انت هتدي الاوامر ديت لروبوت وهو يبدأ ينفذ الاوامر ديت بطريقة الامبيدد سيستمز اللي جوجل برضو عاوزة تقتحمها عن طريق فلاتر. وكمان شركة كمان اي روبوت قامت جاي عاملالك حاجة زي بلاتفورم كده فيرجوال، وعاملين لك الجهاز اللي هو المفروض الروبوت اللي انت بتديله الاوامر ده برضو فيرجوال، وانت تقدر تعيش الاكسبرمنت ديت او تعيش التجربة ديت اونلاين من غير ما تمتلك ايه الروبوت ده فعلا، وتجرب زي ما انت عايز. كمان فلاتر مش عاوزة تبطل تسيب اي مجال ما تقتحموش، بدأت كمان تقتحم مجال الديسكتوب ابليكيشن. يعني الناس اللي بتستخدم ماك او اس، بتستخدم ويندوز، يعني خلاص ممكن تنزل على ويندوز ستور او ماك ستور التطبيق بتاعك وتبدأ تستخدمه على الويندوز بلاتفورم اللي هي الديسكتوب بلاتفورم. لكن بقى الجديد هو ان انت كمان بقيت تقدر تنزل على سناك ستور. الناس اللي بتستخدم اوبنتو تقدر كمان انها تستخدمه. طبعا هو بعد كده هيبدا ينتشر على توزيعات تانية خاصه بلينكس، بس هم بداوا باوبنتو على اساس ان هو اكتر توزيعه منتشره من توزيعات لينكس، وبعد كده هيبداوا ينتشروا اكتر واكتر واكتر. فهو خلاص اصبح موجود على الستور الخاص باوبنتو، ويعني بدأت الناس فعلا تعمل بيه تطبيقات. صحيح مش بيرفكت 100%، بس يعني up to be perfect، هتبقى بيرفكت في يوم من الايام. نيجي بقى نرجع تاني لمجال الامبيدد سيستمز، يعني فلاتر جننا بصراحة في الاعلان دوت. تويوتا، شركة تويوتا بتاعت العربيات العالمية اللي يعني تعتبر يعني تويوتا كرولا هي العربية الاكثر مبيعا في العالم، قررت انها تستخدم تطبيقات من فلاتر، من مصنوع يعني عبر فلاتر، في الامبيدد سيستمز بتاعتها، في الانفورميشن سيستمز اللي بتقعد بقى تشوف اعطال السياره فين والمحرك والحاجات ديت، في النظام الاندرويد الخاص بالسياره اللي هيشتغل جنبك في الشاشه كده وانت سايق العربيه بتاعتك
بتاعتك بتاعت تويوتا، يعني اصبح اكبر الماركات العالمية كمان اللي بتعتمد على النوع ده من البرامج كمان بتصل فيه فلاتر. اي حد تاني هيقول لي فلاتر بعيدة ما يقولهاش تاني، زي ما الفيديو اللي فات اللي قلت فيه فلاتر هتبقى بيئة التطوير رقم واحد في العالم، لازم بقى ايه تصدق فعلا ان فلاتر هتبقى بيئة التطوير رقم واحد في العالم فعلا. اتكلمنا عن فلاتر كتير، تعالوا بقى نروح للغة الدارت اللي هي اللغة اللي بنكتبها في تطبيقات فلاتر. واللغة اتحط لها يعني مميزات كتيرة اضافية خلتها يعني بتحاول جوجل تسهلها اكتر واكتر. طبعا اللغة لسه برضو فيها حاجات من وجهة نظري كمبرمج يعني محترف بقالي سنين ببرمج، يعني ممكن من سنة 2002 بكتب كود لحد دلوقتي، شايف ان برضو دارت لسه قدامها شوية عبال ما تبقى لغة تقيلة او لغة اقوى من كده شوية، بس بالامكانيات اللي بتقدمها لها الفريم وورك فلاتر فدارت قدرت انها تنجح مع الفريم وورك ديت، يعني الاثنين مع بعض قدروا ينجحوا، لكن فلاتر لوحديها اعتقد انها محتاجة زقة كمان من جوجل. دلوقتي هم اضافوا فيها الساوند نال سيفتي. ساوند نال سيفتي في لغات تانية بتسبورت الساوند نال سيفتي من فترة، بس هم اضافوها في دارت، لان انت عارف ان مشكلة النال وخصوصا لو اوبريشن مثلا بتاعك ماشي على تاسك معينة وانا نوصل لأوبجكت اكتشف ان هو نال وهو المفروض ياخد منه قيمة، فبيحصل ان هو بيكراش او بيعمل ران تايم ايرور وبيوقف لك السيستم. بالنسبة لجوجل حطيت لك شرط كده هوت انك انت ممكن المتغير دوت هو على طول في قيمة ماشي بس مش نال، الا اذا لو انت قلت ان هو ممكن يقبل النال، وانا اعتقد كل المبرمجين هيخلوه يقبل النال ده لحاجة خاصة بيه المساحة والسرعة، يعني اعتقد ان الاوبجكت اللي بيشيل نال بيبقى اسرع حسب مفهومنا يعني عن كلمة نال، لكن انا لسه ما جربتش النقطة ديت، لكن هم بيقولوا ان هم عالجوا موضوع السرعة دوت وان الموضوع هيبقى كويس ومش هتحتاج انك انت تكراش تاني وهتستخدم الخاصية ديت في كتابة الاكواد بدون اي مشاكل. كمان هم من ضمن الحاجات الخمسة الاولانية ان احنا كنا قلناها ان هم بيدوروا على الفاست والبرودكتيفيتي، والبرودكتيفيتي والفاست يعني حاجتين لازم يكونوا شغالين مع بعض دايما. ومن ضمن الحاجات اللي هتساعدك هو الـ IDE او المحرر الاكواد اللي هتشتغل عليه الشغل بتاعك. فلو مثلا انت القيم بتاعتك دي ممكن انها توصل انها تبقى نال، في نظام اناليتيكال هيبقى هيحلل الاكواد بتاعتك ويبدأ يديك تحذيرات علامات تحذيرية على الاكواد ويقول لك خلي بالك الحتة ديت في الران تايم ممكن تسرو اكسبشن، الحتة ديت ممكن يبقى فيها نال ريفرنس، الحتة ديت ممكن يحصل فيها مشكلة في الران تايم، وده هيخلي محرر الاكواد يعني تجربة ممتعة جدا لأي حد مبرمج، وحيخليه حريص على انه يعمل كود بأخطاء أقل، بس بقى ربنا يستر على السرعة الخاصة اللي هتعتمد على إمكانيات الجهاز اللي هتشغل محرر الأكواد دوت، لأن أنا شخصيا عندي قلق إن أنت هتضطر إنك تحدث جهازك عشان يقبل الفيتشرز الجبارة ديت عشان تبدأ تشتغل معاك بشكل كويس، وهي اللي هتبقى كتابة الأكواد بطيئة نوعا ما على الأجهزة القديمة، بس ده شيء سابق لأوانه، لسه ما عملناش التجارب الكافية عشان نكتشف الموضوع دوت هل فعلا هيأثر على مساحات الرامات اللي بيتحمل عليها الداتا ولا لا. نيجي بقى للمشكلة اللي كان سببها خلى معظم شركات الوطن العربي والعالم تنقل من الكروس بلاتفورمز التقليدية لفلاتر في زمن قياسي، وهو التحديث. التحديثات في فلاتر بتحصل جلوبال وبتحصل على كل البلاجنز، فما بيحصلش كراش في السيستم. صدقني كنت اعرف شركة شغالة على فايو شغالة على رياكت نيتف واضطروا ينقلوا تطبيقات كاملة كانوا عاملينها من على
الكروس بلاتفورم زاد بسبب التحديث، ان البيئه اتحدثت والبيئه بتتحدث بسبب ان البلاي ستور بيتحدث وبيشترط اشتراطات جديده، هما بيحدثوا البيئه بتاعتهم طبيعيا عشان السكيورتي عشان الحاجات ديت، فتيجي البيئه تتحدث وبلاجنز ما تتحدثش فتحصل مشكله فيحصل كراش، انت تغير في البلاجنز فتلاقي انت مع كل تحديث انت محتاج تكتب كود جديد في السوفت وير بتاعك، وده اللي بيعمل مشكله الكروس بلاتفورمز. عشان كده جوجل حلتها بانها خلت كل البلاجنز عباره عن ويدجتس وهي المسؤوله عنها وعن تحديثاتها، ومش كده وبس، لا عملت لك حاجه جديده وهي الكود فيكس. الكود فيكس او الفلاتر فيكس هو ده غير الفلاتر دكتور. مبدئيا الفلاتر فيكس هو عباره عن تول بتشتغل زي بالظبط كده نظام الارشفه بتاع جوجل اللي هو السبايدرز، يعني عبارة عن مجموعة من العناكب او تتخيلها كده بتنتشر داخل الكود، وتبدأ المجموعة دي بانها تصلح الكود line by line. يعني لو شافت line مكتوب بطريقة قديمة مثلا في فلاتر دارت مكتوب قديم شوية، فبيبدأ ان هو ايه يعمديك زي حاجة النونس كده انه يحط لك خط عليه ويقول لك الكود ده قديم وانت لازم تحدثه، وساعتها انت ممكن تعمل migration من الطريقة القديمة للكود للطريقة الجديدة للكود بدون ما تخسر ايه شغلك وبأقل وقت وبطريقة سمارت كمان، بحيث انها ما تبوظش الكود بتاعك زي بعض الطرق التانية في بعض البلاتفورمز التانية. من الحاجات اللي جوجل بدأت انها تحدثها او تهتم بيها خاصية الفلاتر اد تو اب، والخاصية دي برغم ان انا شاكك قوي في نجاحها، لكن هي عبارة عن انك انت ممكن تستخدم الاكواد اللي كتبتها في التطبيقات اللي انت عاملها بمثلا بلاتفورمز تانية جوه البلاتفورم بتاعت فلاتر، ماشي؟ لانها فلاتر قالت انها يعني عملت زي حاجة زي استطلاع رأي كده بين المبرمجين، وقالوا والمبرمجين وصلوا لجوجل ان هم مش هيقدروا في كل تطبيق يبدأوه من الاول لو عاوزين ينتقلوا من اللغة بتاعتهم فلاتر، ففلاتر عملت لهم حاجه زي شورت كات كده بحيث ان انت ماشي ممكن تكمل توقف تطبيقك عند هذا الحد وتكمل بقيه شغلك بفلاتر عادي. كمان جوجل بدات تطور الفاير بيس بتاعتها عشان تبقى ملائمه اكتر لبيئه فلاتر، يعني زي ما كانت بتهتم بالبلاجنز كتيره قوي بتاعه الاتصال بفاير بيس عن طريق النيتف ابلكيشن بتاعها اللي هو عن طريق الجافا والاندرويد ستوديو، لا خليتها كمان تبقى متطوره اكثر انها تنضم ايه لفلاتر، وعملت تحديثات في الاثورايزيشن والكلاود فايل ستور كلاود فانكشنز والكلاود مسجنج وفوتوز والستورج وغيرهم، عملت فيهم تحديثات عشان كلهم مثلا يبقوا بيسبورت النال سيفتي اللي اضافتها في فلاتر، فما يبقاش النال سيفتي من بوينت واحده من تحت ومن فوق، لا يكراش لما يبدا يتصل بالكلاود بتاعه، يكراش لما يبدا يتصل بالكلاود بتاعه. كمان بدات جوجل تطور الاد موب اللي هو نظام الاعلانات الخاص بيها عشان المطورين بتوع فلاتر يلاقوا ويدجت خاصه بيهم مطوره لغرض فلاتر بس، مش اللي هي اللي بتتعمل جلوبال وهم بياخدوها يركبوها في فلاتر زي المرات اللي فاتت، لا ويدجت خاصه بفلاتر تم تطويرها وجعلها يعني اخف واسهل وذات امكانيات يعني عشان وذات فيجوال اجمل يعني عشان تظهر مع فلاتر في كل شو مع تشغيلات التطبيق بتاعك وما تاخدش مساحه كبيره في الرام وهي بتظهر مع التطبيق، وتدي لليوزر بتاعك تجربة هايلة وهو بيستخدم التطبيق اللي معمول بفلاتر. اعتقد ان نسخة فلاتر 2 هتبقى يعني اضافة استثنائية الى طريق فلاتر اللي كله نجاحات، واعتقد ان جوجل فعلا بدأت تصرف اكتر على فلاتر وتهتم اكتر بفلاتر وهتفضل ورا فلاتر لحد ما تخليها فعلا بيئة التطوير رقم واحد، مش في الموبايل ابس بس، لا في كله ويندوز ويب وحتى امبيدد سيستمز وبس. يعني في حاجات تانية كتير في فلاتر 2
بس يعني انا حبيت اشرح اهم حاجات واشهر حاجات جت في الاعلان بتاع جوجل عن فلاتر 2. وان شاء الله قريب هنعمل حلقة في الكورس بتاعنا بتاع فلاتر عشان خاطر نوضح فيه ازاي تابجريد فلاتر بتاعك اللي موجود على جهازك دلوقتي لفلاتر 2، او تعمله داونلود لو انت اساسا لسه ما نزلتش فلاتر او ما بدأتش يعني تذاكر فلاتر. فاحب اعرفك ان في كورس كامل لفلاتر على القناة، بنبدأ بلغة الدارت وبننتهي بعمل مشاريع كبيرة في الكورس، ويعني ناس كتيرة خدته. انت مجرد ما تكتب احمد محمدي فلاتر على اليوتيوب هيظهر لك، او لو كتبت فلاتر بس على فكرة ممكن هتلاقي في الكورس بتاعنا، هو الكورس الاولاني، يعني الحمد لله اقدم ناس عملنا كورس فلاتر على اليوتيوب. في النهاية ياريت الناس اللي عندهم استفسار من اي نوع يسيب في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، واتمنى ان الناس تدعم القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهاية بتمنى لجميع التوفيق. انا معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقة قادمة من الباش مبرمج. دمتم في رعاية الله وحفظه.